أهلا وسهلا بكم بقصة جديدة من قصص اللغة العربية. قصتنا اليوم بعنوان عن البشر الحقيقيين. دخل الطبيب الجراح إلى المستشفى لإجراء عملية عاجلة لأحد المرضى، وقبل أن يدخل غرفة العمليات صرخ والد المريض بوجهه قائلا: لما التأخر؟ إن حياة ابني في خطر، أليس لديك إحساس؟ ابتسم الطبيب بوجهه ابتسامة فاترة وقال له: أرجوك أن تهدأ وتدعني أقوم بعملي وسيكون ابنك بخير. فرد عليه والد المريض: ما أبردك يا أخي؟ لو كان المريض ابنك أكنت ستهدأ؟ ما أسهل موعظة الآخرين. تركه الطبيب دون أن ينبس ببنت شفة ودخل غرفة العمليات. خرج الطبيب بعد ساعتين وقال لوالد المريض: إن ابنك بخير وسينجو، والآن اعذرني فأنا على موعد آخر. ومضى في طريقه دون أن يسمع سؤالا آخر. وعندما خرجت الممرضة سألها والد المريض: ما بال هذا الطبيب المغرور؟ فقالت له: لقد توفي ولده في حادث سير منذ قليل. ومع ذلك لبى الاستدعاء عندما علم حالة ابنك الحرجة. السؤال الأول، هات من الفقرة الثانية ما يلي. مرادف رفع صوته، مرادف ضحك، مفرد أطباء، جمع عملية، ضد يخرج. مرادف الأب، ضد أمان، مفرد مرضى، مفرد غرف، ضد أصعب. السؤال الثاني، لماذا دخل الطبيب إلى المستشفى؟ السؤال الثالث، ماذا سأل والد المريض الطبيب؟ السؤال الرابع، ما هو الحدث الأول في القصة؟ السؤال الخامس، استخرج جملة تعجبية. السؤال السادس، ماذا قال الطبيب لوالد المريض بعد خروجه من غرفة العمليات؟ السؤال السابع، لماذا تأخر الطبيب في المجيء إلى المستشفى؟ السؤال الثامن، ماذا سأل والد المريض الممرضة؟ السؤال التاسع، ماذا أجابت الممرضة؟ السؤال العاشر، برأيك هل كان تصرف والد المريض صحيحا؟ ولماذا؟ السؤال الحادي عشر، برأيك هل كان تصرف الطبيب صحيحا؟ ولماذا؟ السؤال الثاني عشر، اكتب نهاية جديدة للقصة. السؤال الثالث عشر، حلل عناصر القصة واملأ الجدول كما هو مطلوب: العقدة، الزمان، المكان، الشخصية الرئيسة، الشخصيات الثانوية. ماذا تعلمت من القصة؟ الحل. السؤال الرابع عشر، وظف المفردات في جمل مفيدة: الطبيب الجراح، المريض، أليس لديك إحساس، ما أسهل، سينجو. السؤال الخامس عشر، استخرج من القصة مثالا على كل من السرد، الوصف، حوار داخلي. السؤال السادس عشر،
استخرج من الفقرة الثانية ثلاث جمل فعلية. السؤال السابع عشر، لخص القصة السابقة محافظا على الشخصيات والأحداث. شكرا لكم على حسن استماعكم، ولا تنسوا الإعجاب بالقناة إن أعجبتكم القصة. شكرا لكم ومع السلامة.